دلوقتي مشاهدينا ميعاد موجز لاهم الاخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على العلاقات الودية التاريخية التي تربط بين مصر وسلطنة عمان، والتي تشكلت عبر عقود ممتدة من التضامن والتكاتف والوقوف صفا واحدا ضد الأزمات والتحديات. جاء ذلك خلال المحادثات التي أجراها الرئيس السيسي مع سلطان عمان هيثم بن طارق بقصر الاتحادية. ومن جانبه أشاد السلطان هيثم بن طارق بتميز العلاقات المصرية العمانية وواصل المودة والأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين عبر التاريخ، مؤكدا حرص عمان على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح أفاق جديدة للتعاون الثنائي بينهما في كافة المجالات خلال الفترة المقبلة. هذا وقد أعرب الزعيمان عن الارتياح للزيادة المستمرة في معدلات النمو التجاري، مع تأكيد مواصلة تعزيز الجهود الجارية في هذا الشأن بين الجهات المعنية في الدولتين. هذا وقد تبادل الرئيس السيسي وسلطان عمان أرفع الأوسمة في البلدين احتفاء بزيارة سلطان عمان لمصر. أكد المشاركون في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ضرورة إجراء عدد من التعديلات على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، وذلك بهدف تنمية وتطوير الحياة السياسية. وخلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية في مستهل الجلسات النقاشية للأسبوع الثاني من الحوار الوطني، أكد المشاركون أن تعزيز دور الأحزاب يأتي من داخلها من خلال الممارسة الديمقراطية والتواصل المباشر مع المواطنين. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر لمخيم بلاطة شرق نابلس بشمال الضفة الغربية يصل إلى 3 شهداء، إضافة إلى 3 إصابات أخرى إحداها خطيرة. وقال شهود عيان في المخيم إن قوات الاحتلال تنشر قناصاتها فوق بعض المنازل وتمنع سيارات الإسعاف من دخول المخيم وإخلاء الإصابات. وباستشهاد الشبان 3 في مخيم بلاطة ترتفع حصيلة الشهداء برصاص القوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 156 شهيدا. أعلن الجيش السوداني أن الموقف العملياتي مستقر بجميع أنحاء البلاد عدا مناوشات مع قوات الدعم السريع بأجزاء من العاصمة الخرطوم. وأوضح الجيش السوداني في بيان له أنه وجه ضربات لتجمعات من قوات الدعم شمال ووسط بحري وجنوب الخرطوم، نتج عنها تدمير عدد كبير من العربات المسلحة وشاحنات محملة بالذخائر وقتلى وجرحى من قوات الدعم. وأضاف الجيش السوداني أن مجموعات من الدعم السريع قامت باقتحام سفارتي باكستان وقطر وأتلفوا المحتويات داخل السفارتين. أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية. وقال رئيس الوزراء اليوناني إن لديه تفويضا لتشكيل حكومة قوية ذاتية الحكم. وأظهرت النتائج الأولية أن حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ بزعامة ميتسوتاكيس في طريقه لتحقيق انتصار كبير في الانتخابات البرلمانية، لكنه لم يتمكن من تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة مؤلفة من حزب واحد. يلتقي اليوم الرئيس الأمريكي جو بايدن مع كيفن ماكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي لمواصلة مناقشة سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار. وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية من عواقب وخيمة إذا نفد النقد من الدولة لسداد استحقاقاتها، ما سيجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين الفيدراليين ويؤدي إلى ارتفاع محتمل في أسعار الفائدة مع أثار غير مباشرة على الشركات والرهون العقارية والأسواق العالمية. ويشترط الجمهوريون أن يوافق بايدن على خفض كبير في نفقات الميزانية مقابل موافقتهم على رفع سقف الدين، فيما يتهمهم الديمقراطيين باستخدام تكتيكات لدفع أجندتهم السياسية معرضين الاقتصاد الأمريكي للخطر.
انطلقت مهمة ناسا EX2 لمحطة الفضاء الدولية على متن المركبة الفضائية دراكون 2 بمشاركة رائدين سعوديين. وتحمل المركبة الفضائية 4 رواد فضاء لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية واس. Together we expand what is possible in low Earth orbit. Add Astra and Godspeed AX. حقق أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية التابعة للقوات المسلحة إنجازا رياضيا جديدا خلال مشاركتهم ضمن قوام المنتخب المصري في البطولة الإفريقية للكبار لرفع الأثقال، والتي استمرت فعالياتها على مدار عدة أيام بتونس بمشاركة 127 لاعب ولاعبة يمثلون 19 دولة. وأوضحت القوات المسلحة أن أبناء المؤسسات العسكرية الرياضية حصلوا على 24 ميدالية متنوعة بواقع 17 ذهبية و4 فضيات و3 برونزيات من أصل 30 ميدالية حققتها البعثة المصرية، وبمشاركة 8 لاعبين من أصل 10 لاعبين من قوام المنتخب القومي لرفع الأثقال. ختام موجز 9:00، ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.